السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم الدرس الثاني من المكثفات، درس القسم 4-4 المكثفات في الدوائر الكهربائية، فيزياء الإمارات العربية المتحدة للعام 2018-2019. هذه مدونتي تحوي جميع منهج الفيزياء لدولة الإمارات العربية المتحدة للعام الحالي والأعوام السابقة. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات، ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح بعون الله في إيدك، التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. هي جدول مقارنة ما بين المكثفات المتصلة على التوازي والمكثفات المتصلة على التوالي. حندرس هذه في الأول ثم هذه، بعدين إذا بتحب أنت تقارن بيناتهم قارن. هذا الشكل يمثل ثلاث مكثفات متصلة على التوازي. ممكن تسألني شو عرفك أنه متصلة على التوازي؟ هذا القطب الموجب للبطارية، بنمشي على السلك بنجي لهنا بنلاقي قدامنا فرعين، بنكمل بنلاقي فرع تاني. إذا عندك فرع فيه البطارية وفرع فيه المكثف الأول وفرع فيه المكثف الثاني وفرع فيه المكثف الثالث، ثلاث فروع. ففرق الجهد بين هالنقاط هذه، بين هذه النقطة وهذه النقطة، يساوي فرق الجهد بين هالنقطتين، يساوي فرق الجهد بين النقطتين، يساوي فرق الجهد بين هالنقطتين. لذلك بنكتب جهد البطارية يساوي لجهد المكثف الأول يساوي لجهد المكثف الثاني يساوي لجهد المكثف الثالث. بهالعملية هذه كون الجهود ثابتة والسعات مختلفة، جهود ثابتة والسعات مختلفة، إذن الشحنة هتكون مختلفة. إذن سيكون لكمية الشحنة على كل مكثف قيمة مختلفة، وحيكون عندك كيو اللي بيعطيها المصدر تساوي لكيو واحد الشحنة اللي بدها تمر بالفرع الأول، زائد كيو اثنين الشحنة اللي بتمر بالفرع الثاني، زائد كيو ثلاثة الشحنة اللي بدها تمر بالفرع الثالث. إذا عوضنا بهذه المعادلة من هنا بدلتا في في سي، بنحصل على سعة مكافئة للسعات الثلاثة. فهذا بيمكننا من استبدال هالثلاث مكثفات بمكثف وحيد يقوم بنفس العمل. المكثف الوحيد حنسميه المكثف المكافئ، وسعته سي إكوال وتساوي لسي واحد زائد سي اثنين زائد سي ثلاثة. لو كان هذا سعته اثنين فاراد وثلاثة فاراد وخمسة فاراد، السعة المجموع عشرة. إذا معناتها فينا نشيل هالمكثفات الثلاثة هذول ونحط بداله المكثف وحيد سعته عشرة، بصير الدائرة في هذا الشكل. والسعة المكافئة في التوصيل على التوازي أكبر من أكبر السعات، لأنه هي ناتجة من جمع السعات الموجودين متصلين على التوازي. خلصنا من المكثفات المتصلة على التوازي، ننتقل إلى المكثفات المتصلة على التوالي. هذه هي الرسمة، تعال نشوف الرسمة. يعني حتسأل كيف ليش توالي وشو عرفك انه توالي. نطلع من القطب الموجب نمشي عبر الأسلاك، نمر بالمكثف الأول والثاني والثالث ونرجع للبطارية. معناتها هذه ما عندك تفرع، إذا هالنوع من التوصيل بنسميه توصيل توازي. بهالحالة هذا جهد البطارية حينقسم لثلاث أقسام، كل يعني فرق الجهد بين طرفي المكثف الأول زائد فرق الجهد بين طرفي المكثف الثاني زائد فرق الجهد بين طرفي المكثف الثالث هو جهد البطارية. هذه نجي للشحنات، يكون لكمية الشحنة على كل مكثف قيمة متساوية. كيف بده يكون لها قيمة متساوية؟ إذا الجهود مختلفة والسعات مختلفة فالشحنات حتكون لها قيمة متساوية. تعال نفهمها من هذا الرسم، واللي بدي اشرح لك اياه في هذا الرسم ممكن يجي عليه سؤال. مثلا اللوح هذا موصول بالقطب الموجب حينشحن بالموجب، تعال نعد كم شحنة، مثلا اربع شحنات. اللوح المشحون بالاربع شحنات موجبة حيشحن اللوح هذا مع السلك مع اللوح الاخر اللي عم يشكله موصل، حيشحنهم بالتأثير بشحنتين تأثيريتين متساويتين في المقدار مختلفتين في النوع. فلذلك اللوح القريب حيكون يحمل شحنة سالبة واللوح البعيد هذا حيحمل شحنة موجبة.
أربعة بأربعة بأربعة. الشحنة الموجبة هذه لاحظ عليها كم شحنة؟ أربع شحنة. حتأثر على اللوح هذا مع السلك مع اللوح الثاني هذا الموصولين كلهم ببعضهم واللي عم بيشكلوا موصل. حتأثر عليهم بالشحن بالتأثير. الطرف القريب بشحنة مخالفة والطرف البعيد بشحنة مماثلة. لذلك أربعة سالب وأربعة موجب وهكذا. فلذلك بتكون كيو للمصدر تساوي لكيو واحد تساوي لكيو اثنين تساوي لكيو ثلاثة. ونحن ذكرنا في البداية أنه فرق جهد المصدر يساوي لمجموع جهود المكثفات الموصولة على التوالي. كيف بدنا نحسب السعة المكافئة؟ كيف بدنا نستبدل هذه بمكثف وحيد؟ منطبق هذه نجيب من المعادلة دلتا في تساوي كيو على سي إكوال أو دلتا في تساوي كيو على سي. هذه حتكون كيو على سي إكوال وهذه حتكون كيو واحد على سي واحد وهذه حتكون كيو على سي اثنين وهذه حتكون كيو على سي ثلاثة. الشحنات متساوية إذا حيبقى عندك هذه. نقرأها كالتالي: مقلوب السعة المكافئة تساوي مجموع مقلوب السعات، أي مقلوب السعة الأولى مقلوب السعة الثانية مقلوب السعة الثالثة. بهالعملية استبدلنا هالثلاث مكثفات بمكثف وحيد نسميه المكثف المكافئ، حيث يقوم بعمل الثلاث مكثفات الموجودة عندك في الدائرة. والسعة المكافئة في التوصيل على التوالي أصغر من أصغر السعات لأن ما نعمل المجموع مثل هون مقلوب. بتلاحظ انه هو سهل لكن في التطبيق لازم تطبق مرة واثنين وثلاثة واربعة. هاي ملاحظة لتسهيل عملية الحساب. في حال كان عندك موصلين موصولين على التوالي حتستخدم هذه المعادلة لإيجاد السعة المكافئة. فوحد المقامات وقلوب الطرفين بتصير بهذا الشكل: سي إكوال السعة المكافئة لمكثفين موصولين على التوالي تساوي ضرب السعتين على مجموع السعتين للتسهيل فقط. هلأ تطبيق: حدد كل قيم السعة التي يمكنك إنشاؤها باستخدام مجموعة من ثلاث مكثفات متماثلة ذات السعة سي. يعني أنا أعطاك ثلاث مكثفات قال لك شكل لي دوائر منها، كم دائرة بتشكل؟ هاي شكلنا دائرة الأولى، يعني التوصيل الأول، هاي توصيل ثاني وهي توصيل ثالث، ما في غيرهم، ما فيني أشكل إلا هالثلاث أنواع. فمنيجي بدنا نحسب السعة هنا. السعة هنا كون التوصيل على التوالي إذا بنطبق مقلوب السعة المكافئة تساوي مجموع مقلوب السعات وتساوي. بعض الطلاب بيوقف هنا، لا بدك تقلب هذا الكسر وتقلب هذا الكسر، لذلك بيصير السعة المكافئة تساوي لـ C على 3. نجي لهنا ننظر للشكل، بنلاحظ سي واحد وسي اثنين موصولين على التوالي. إذا حطبق مثل هذه حيكون عندك مقلوب السعة المكافئة لواحد واثنين تساوي لواحد على سي زائد واحد على سي وتساوي اثنين على سي. بقلب الطرفين بصير عندك السعة المكافئة للمكثف واحد واثنين تساوي لسي على اثنين. وكأن استبدلنا هذا مجموع المكثفين هذولي بهذا المكثف، صار عندك مكثفين موصولين على التوازي المكافئ مع هذه. هنطبق هذه المعادلة الجمع سي إكوال في حالة التوازي سعة المكثف الأول زائد سعة المكثف الثاني، فبصير للدائرة كلها 3 سي على 2. نجي لهذا الشكل. أول شيء نجيب السعة المكافئة لي سي 2 وسي 3 للموصولين على التوازي. لاحظ عندك نقطة وبتفرع منها فرعين، فإذا سي 2 3 تساوي 2 سي. المكافئة لهذول مع هذه على التوالي مقلوب السعة المكافئة تساوي مقلوب السعة الأولى زائد مقلوب السعة الثانية اللي هي هذه. بالترتيب تطلع عندك بهذا الشكل. ممكن بعض يقول بحفظ هذول بخلاص، لا هذول استنتاج. مثال آخر: تم توصيل أربع مكثفات ذات سعات كذا وكذا 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 ببطارية ذات جهد 10.3 فولت كما هو موضح في الشكل، ما السعة المكافئة لمجموعة المكثفات؟ تنظر للشكل من أين تبدأ؟
تبدأ من هذه وهذه. شو نوع التوصيل؟ توازي. إذا مستخدم معادلة الجمع سي 3 4 تساوي سي 3 زائد سي 4 بيطلع 6 نانو فاراد. في الحالة هي ما بتحول مشان ما تعذب حالك. صارت الدائرة هذه استغنينا عن سي 3 وسي 4 بهذه، هتقوم هذه المكثفة بعمل سي 3 وسي 4. هلأ صار عندك سي 3 و 4 مع سي 1 على التوالي، هالفرع مكثفين على التوالي، هنستخدم هذه سي للمكثفين على التوالي تساوي لها ضربون على جمع. لذلك شو سميتها؟ سي للواحد وثلاثة وأربعة، تطلع هذه وخلي من غير تحويل. صارت الدائرة بهذا الشكل، وكأن استغنينا عن هذولي المكثفين بمكثف وحيد يكافئ في العمل، سعته هاي تكافئ السعتين هذولي. صار الشكل عبارة عن دائرة فيها مكثفين على التوازي، يعني هذا فرع وهذا فرع وهذا فرع. نستخدم الجمع يعني التوازي يعني نجمعهم، تطلع بهذا الشكل، وكأن استغنينا عن المكثفين هذولي بمكثف وحيد، وهي سعة المكافئة. المكثف هذا الوحيد يقوم بعمل الأربع مكثفات. قديش قيمته؟ لاحظ 4.311 حيقوم بعمل المكثف اللي سعته 3.5 و2.10 و1.30 و4.90، حيقوم بعملهم كلهم. هلا بنيجي لمراجعة المفاهيم، كيف بدك تقرأها وتفكر فيها. بالنسبة إلى دائرة بثلاث مكثفات متصلة على التوالي، كونه من كلمة توالي اكتب هذه، يجب أن تكون السعة المكافئة دائما مساوية، مساوية أكبر أصغر. إذن نظري، إذن بي هبوط الجهد لدائرة بثلاث مكثفات لها سعات مختلفة موصلة على التوالي، برسم هو بقرأ أول واحد نفسه، الجهد نفسه عبر كل مكثف، وله قيمة فرق الجهد نفسه الذي توفره البطارية. أنت شو درست بالمقارنة؟ الجهد في التوالي ما هو متساوي، فإذا العبارة غلط. نجي لبي نفسه عبر كل مكثف ولديه تلت من قيمة فرق الجهد الذي توفره البطارية، إذا لها غلط، لأن في التوالي دلتا في للبطارية تساوي بي واحد زائد بي اثنين زائد بي ثلاثة. هلأ سي أكبر، يعني الجهد عم يحكي عن الجهد، الجهد أكبر في المكثف ذي السعة الأصغر. هون بدي أفكر أكثر، ناخذ المعادلة هذه سعة وشحنة وفرق جهد، كون التوصيل على التوالي الشحنة ثابتة، هذه ثابتة، إذا التناسب بين الشحنة وفرق الجهد تناسب عكسي، يعني إذا سي صغيرة فدلتا في كبيرة. نرد بنقرأ، هبوط الجهد أكبر في المكثف ذي السعة الأصغر، إذا هذا الصح وفقا لهذه العلاقة وفقا للنظر اللي جبناه من هنا. ثلاث مكثفات كل بسعة سي متصلة كما هو موضح في الشكل. الشكل شو بيعطيك؟ ثلاث مكثفات موصولة على التوالي وسعة متساوية، إذا نستخدم هذه كون سعة متساوية، إذا 3 على سي، نقلب الطرفين بتصير عندك سي على 3. إذا إيه؟ ثلاث مكثفات كل بسعة سي متصلة كما هو موضح في الشكل، ما السعة المكافئة لهذا الترتيب؟ شو نوع التوصيل؟ توازي، كونه فروع، هذا فرع، هاي نقطة ومتفرع منها اثنين، وهي نقطة ومتفرع. إذا توازي، في التوازي المجموع ثلاث مكثفات، إذا بي، إذا هذه. كل هذا بيعتمد على أول شريحة أخذناها. وفي رعاية الله ولا تنسونا من الدعاء.